لكل حدث صدى، وهذا هو صدى الأسبوع من قناة سعيدة. مرحبا بكم متابعينا الكرام، أنا علياء علي، وإلى حلقة جديدة وفي أبرز عناوينها: مشاهد للقتل اليومي في غزة لا تتوقف، والاحتلال يكرس حرب الإبادة. حافلات نقل معطلة في صحراء الجوف تضاعف معاناة المسافرين، رصدتها كاميرا السعيدة. انتكاسة وإفلاس لمزارعي المانجو قد يغير مستقبل زراعتها في اليمن. عشرات الحالات لمواطنين عضتهم كلاب مسعورة في لحج، ومطالبات بحلول للمكافحة. مشروع لردم البحر في مدينة المكلا القديمة في خطوة جديدة للسلطة المحلية. تعز المحافظ شمسان يضع حجر الأساس لرصف حي البعرارة بمديرية المظفر. مزارعان شقيقان يزرعان البطاطا لأول مرة في قفل شمر موطن القات في حجة. عمار المريسي شاب يكشف مياه الآبار السطحية والجوفية بطريقته الخاصة في الضالع. من فلسطين، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بحرب الإبادة والقتل والتشريد والتدمير على مدى 7 أشهر في غزة، في أكبر مجازر العصر وحشية بفظائعها وجرائمها. التفاصيل في هذا التقرير. لا تزال يد الاحتلال الصهيوني تتجبر يوما تلو الآخر وشهرا بعد شهر، حتى أطل شبح الشهر 7 بظلاله القاتمة على القطاع. إبادة مستمرة، وقتل يومي، وتشريد مستمر، وتدمير لكل مظاهر الحياة فيها. في مجازر كبرى عدت من أكبر مجازر العصر فظاعة ودموية. وفي مطلع هذا الأسبوع، تركز القصف الإسرائيلي الهمجي على مناطق بجنوب قطاع غزة ووسطه، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب حتى الآن بشكل مهول، وسط استمرار الاشتباكات واستهداف إحدى المستوطنات في غلاف غزة. فيما لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين وسط القطاع، بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة رفح، ليركز الاحتلال قصف البلدات شرقي رفح لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم. وفيما يحاول الدفاع المدني البدء بعمليات انتشال جثامين الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض منذ شهور تحت التهديد بارتفاع وتيرة القصف، أملاً في تكريم الشهداء ودفنهم كما يليق. تتم عمليات الانتشال بمعدات بسيطة وسط وضع مأساوي لكارثة موجعة، وبصيص أمل يلوح في الأفق للتوصل لاتفاق هدنة لتوقف هذه الحرب الشنيعة على الكثير من الأبرياء. من الجوف ترصد كاميرا سعيدة مشاهد لحافلات نقل معطلة في الصحراء تضاعف معاناة المسافرين، حيث يقضي المسافرون ساعات طويلة وقد تمتد لأيام دون الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، ومناشدات لفتح الطريق وإنهاء الحرب لفك أزمة المسافرين المستمرة على مدى أكثر من 10 أعوام. من اختار السفر إلى العمرة أو لزيارة أهله ماراً بطريق صحراء الجوف، لابد عليه أن يحبس أنفاسه ويستعد لمشقة عظمى تعود لساعات طويلة بل لأيام. فها هي معاناة المسافرين جلية في صحراء الجوف القاحلة بسبب طول الطريق فيها، والتي تمتد لأكثر من 6 ساعات طويلة إذا لم يحدث لها طارئ
وتتعرقل السيارات أو الحافلات إلى أيام كما حدث هنا. حافلات نقل للمسافرين مررنا بها في صحراء الجوف تعاني التعطل بسبب الأمطار التي هطلت قبيل وصولهم إلى الصحراء، ما أدى إلى توقف الحافلة لأيام، وحاجة المسافرين الملحة للأكل والشرب بسبب انقطاع الصحراء عن الحياة فيها. نحن نعاني وعانا يا أخي، خليها على الله. من الساعة 12 في الليل ونحن جايين يعني برا حيلة بالصحراء، لا شبكة موجود ولا شيء موجود ولا شيء متوفر، جاوعين لحد ما سوينا ولا شيء. جالس نشتغل من الساعة 12 ونحن جالسين نحفر على شيء، نص البس عوائل رقود. مو بو مو شغرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. خط الصحراء يعني ما عاد يترحم الا حسبي الله ونعم الوكيل. تقوى الله وفتح المنافذ. فقدت سيارتي، تعذب عذابنا واسرتي، ولو ما يمكن معانا 170 ريال علشان يسحبونا ان احنا مغرزين انا كلمان، ننتقل الى رحمه الله تعالى. اتقوا الله. وجوه ملأها غبار الصحراء، وأناس ناموا على ظهرها من شدة التعب وهول المسافة التي قطعوها، غير آبهين بحرارة الشمس الحارقة عليهم، ومناشدات مرهقة لفتح الطرق اليسيرة والتي كان يقضيها المسافرون من قبل لساعات فقط للوصول إلى مناطق ذويهم بدل الأيام الطوال التي تمر عليهم الآن. فهل من حلول عاجلة لتخفيف معاناة آلاف المسافرين يومياً عبرها لفتح الطرق؟ وهل من مستجيب لمطالب هؤلاء وتيسير المشقة على الكثير من المثقلين بهموم السفر والحياة؟ يشكو مزارعو المانجو في اليمن من انتكاسة كبيرة، حيث أن محصول المانجو الذي بيع العام الماضي بعشرة مليون بيع هذا العام بمليون ريال، وهو ما تسبب بإفلاس المزارعين، وهو ما قد ينعكس سلبيا على المواطن مستقبلا ويحدث ارتفاعا جنونيا في السعر نتيجة لانتقال المزارعين إلى استثمارات أخرى. تهامة اليمن أرض العجائب والطبيعة الخلابة، والتي تبرز كواحدة من أهم المناطق الزراعية في اليمن، وخاصة في زراعة المانجو، حيث تعتبر الأخيرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في الزراعة التهامية، وتتوافر فاكهة المانجو التي يحبها الجميع بكثرة في الأسواق اليمنية هذا العام، دون معرفة ما يعانيه مزارعو المانجو الذين تكبدوا خسائر كبيرة هذا العام. السلة التيمور بربعين ألف، تعم بخمسة ألف وبربعة ألف. السلة السوداني بأقل سعر بألف ريال، الآن بخمسمية وثلاثمية. ما عاد باقي مخرج للمزارع ولا للبياع المشتري، ما فيش معه أي مخرج. عملتك مع الشجر؟ ما الشجر أكثر المانجو خرب تحت الشجر، ما حد عاد بزول. المانجا هذا فعلونا ناظر بفالمنجر هذا، يعني ما قد شفتش أنا والله، إن إحنا بنتي حكى العمال من داخل بنبتع السلة حكى 15 ألف، بتبتع بألفين بألف وخمس، هل يرضى ضمنة واحد هكذا؟ دحين عندك هذا طبيعي والله من الشجرة 700 ريال، والله ما هي حكى لي بجنيه، فنخزن للعامل بألف واصرف عليها 2000، هذا غير صرفه. واخر اليوم حصير ادور لك الشقه حكم من الناس،
انا اقلعها ما نخليها والله العظيم لو ما قعد يعني حرام لا قطع حوي فيها محمله 30 حرام ان احنا نقطع حوي محمله والله ما يصبر لكن قلنا نخلص هذا سنه ونقلع ابوها ونستثمر لنا باميه بضاعه حاجه يعني من اي حاجه تمشي ب 300 ب 500 اسله. وتعود أسباب انتكاسة بيع المزارعين للمانجو إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق هذا العام، وقلة الطلب الداخلي والعرض أكثر من الطلب، ويعود ذلك إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي تسبب بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن إطلاق الكثير من الشائعات الخاطئة التي قد تضر بالمزارع وتدمر سمعة المنتج الوطني داخل اليمن وخارجه. معنا هذا اللي نشر المنشور ما فعل فينا لا خير، قد بيناس والله قدهم بيقلعوها من نازل شجر. موجود عندنا هنا في وادي مور، والله قدهم بيقطعوها من نازل بشجر، بيبيعوها ما بش خراج. لما يجي لك يبيع لك سلاه ب 1000 ريال ب 500 ريال لما يديها لعامل او كراء او لما يديها. الان السله كم؟ السله الان 750. ايش منه؟ في هذا الوقت سوداني طبيعي جينا امس. طبيعي. تيمور ب 3000 ريال، القلب ب 2000 ريال. هذا في بداية السوق، آخر السوق يرجع السوداني يرجع آخر السوق إلى 500 ريال. ناشد المستثمرين إلى أن يعملوا حل وينظروا إلى المزارعين. يشوفون ما بهم، والله ما بعضهم ما بيخرجوا ما قد خرجوا اللي عليهم. واللي نشر هذه المنشورات الكاذبة هذا يتحمل ما نشر. هبا لنا منشور صدام كشش أسهم الله دمروا ربي إن شاء الله. هبا لنا منشور سمعت نشروا فيه أنه فيه دود وما فيش ولا أي حاجة، دمروا المزارع دمروا المزارع كتابة، ما فيش أي واحد يقوم لا معنا ولا مصانع ولا معنا شيء. مو منجو وادي مو لا يوجد فيه أي شيء أبدا. ها شوفوا ها ولا في حاجه. هذا ما فيه ولا حاجه، وانما من يوصلوه هو حاقدين على اصحاب المزارع فقط لا غير، ارادوا تشويه سمعه المانجو سبب حقدهم على اصحاب المزارع. كما تفتقر مناطق الانتاج الزراعي في تهامة الى بنيه تحتيه تخزينيه كافيه وسليمه للمانجو، مما ادى الى تراكم المحصول والافتقار الى القدره التسويقيه، مما يجعل من الصعب عليهم تحقيق أسعار مربحة لمنتجهم، خاصة في ظل إغلاق المنافذ البرية التي كان يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم من خلال التصدير، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين. من لحج تعرض أكثر من 60 مواطناً من أعمار مختلفة لحالات عض من كلاب مشردة ومسعورة في توبان وسط مطالبات بإيجاد الحلول للمكافحة. أثارت الكلاب المسعورة الهالع بين أهالي مديرية توبان بمحافظة لحج بعد تسجيل أكثر من 60 حالة عض تعرض لها أطفال وشباب وكبار سن في مناطق مختلفة من المديرية، ما يستدعي سرعة التحرك بوضع الخطط والبرامج والبدء بالإجراءات الميدانية لمكافحتها. منتشرين كلاب بكل مكان منتشرين. أي سبب؟ أي سبب الكدديف هذه اللي يطرحوها على الخطوط. سبب الكدديف هذه اللي يجيبوها من المشتبيات من ذي يكبونها على الخطوط والكلاب بعدين تأكل منها وتجي فوق الناس فوق الأوادم. أنت إيش من قرية؟ أنا وادي خير. وكبار؟ أيوه. مرة من المرات مريت رايح لقرية سفيان فتفاجأت بكلبة تدعبني من الخلف، فذهبت إلى الصيدلية وأخذت الجرعة إبرة يمكن حوالي 8000 صيدلية خاصة. في حالات كثيرة حصلت عندنا في المدرسة بسبب إتيان الطلاب من مناطق بعيدة، فحصلت عدد من الإصابات من الكلاب الضالة الضارة الشاردة، تقريبا 5 حالات أو 7 حالات بسبب هذه فمنهم بعدين ضرب البر السامة هذا في المستشفى والحمد لله الآن، ولكن نخاف الآن من عدة الحوادث الآتية الآن. طبعا مكتب الصحة العام والسكان بمديرية طبعا استقبل حوالي 62 حالة
عضت كلب من الكلاب المسعورة في مختلف مناطق وقرى مديرية تبن. طبعا مكتب الصحة قام بدوره، إضافة إلى المنشآت الصحية في المحافظة قام بدوره بتوزيع وعطاء اللقاحات أو الأدوية الخاصة بداء الكلب مجانية. المناطق النائية وأماكن رمي القمامة أصبحت مرتعا لهذه الكلاب الضالة ومحورا للخطر المحدق بالمواطنين والمتربص بأطفالهم، وما فقم عدد حالات الإصابة بداء الكلب، والجميع هنا يطالب بمزيد من الجهود الرسمية لمواجهة هذا الخطر. عن القرعات علاج داء الكلب تعتبر من القرعات المكلفة، حيث تكلف مبالغ كبيرة لمكتب الصحة، وقام الأخ خالد قابر، الدكتور خالد قابر مشكورا بتوفير جميع القرع للمصابين وتوزيعها بشكل مجاني. قام من الحكومة ودا المسؤولين في المحافظة باني تابعوا هذه الأمور خوفا من انتشار هذه الكلاب وخوفا على الأطفال، لأن في معانا أطفال هناك كثير تحصلهم يلعبوا بالميادين ويخرجوا يروحوا ينفعوا. ذلك نهيب بجميع الأخوان المواطنين في مديرية تبن ومحافظة لحج أن يقوموا بالإبلاغ عن أي كلاب تظهر عليها علامات وأعراض السعار مثل سيالان اللعاب والهزال وهذه العلامات الأخرى، سرعة الإبلاغ عليها والتخلص منها بشكل سريع. يقول المواطنون أن ما قدمه مكتب الصحة من علاجات وجرعات دوائية خاصة بداء الكلب مجانا رغم تكلفته الكبيرة خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي بل تستوجب تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية لوضع حلول جذرية لتكاثر وانتشار الكلاب الضالة والمسعورة والحد من خطرها على الكبار والصغار. فاصل قصير ثم نعود. مشروع لردم البحر في مدينة المكلا القديمة في خطوة جديدة للسلطة المحلية. تعز المحافظ شمسان يضع حجر الأساس لرصف حي البعرارة بمديرية المظفر. من جديد، من حضرموت تقوم السلطة المحلية بتنفيذ مشروع ردم البحر في مدينة المكلا القديمة، وذلك استكمالا لمشاريعها التنموية في المدينة. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير. بهمة ووتيرة عالية وسط ترحيب وارتياح أهالي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، تتواصل أعمال التوسعة للخط البحري في شارع المكلا الرئيس الممتد من قصر السلطان بحي السلام وحتى معهد باشريف بحي الشهيد خالد. ويأتي هذا المشروع بهدف تقليل الازدحام والاختناقات المرورية وتسهيل الحركة التجارية من وإلى ميناء المكلا وإضفاء لمسة جمالية على المدينة، ويتضمن ردم أجزاء من البحر. حديثنا اليوم على مشروع توسعة الشارع البحري لمدينة المكلا الممتد من جسر البحري للمدينة بجانب قصر السلطان القعيطي أو ما يحلو له تسميته بقصر المعين، ممتد باتجاه حي السلام إلى وصولا أو مرورا بحي الشهيد وصولا إلى نقطة باشريف. المشروع طوله تقريبا 2 كيلو و 200 متر. مكونات المشروع عبارة عن إضافة مسار جديد بعرض 7 متر بطول 2 كيلو و 200 متر، مع عمل توسعة للمواقف السيارات بالذات في المنطقة بجانب مسجد الروضة لما يعانيه المواطن من ازدحام دائم في هذه المنطقة. المنطقة هذه طبعا مسجد الروضة يعتبر مسجد تتكرر فيه عملية
وجود الجنائز أو المجنات لقربه من مقبرة يعقوب، لذلك الازدحام متكرر في هذه المنطقة، وكذلك الفعاليات التي تتم دائما حول سكة يعقوب. بالنسبة للمشروع بإذن الله تعالى لا غبار فيه بتاتا، مشروع الكل مستفيد. بالنسبة لزحمة السيارات بيقلل من الضغط على الخط القديم هذا، فهمتي الحين كيف؟ وبالنسبة للصيادين برضو مستفيدين من ناحية إنشاء اللسان البحري، هذا اللسان البحري برضو الصيادين مستفيدين والكل مستفيد من الخط. حطول فيه ضجة قليل، كان الناس عندهم فكرة كده إنه هذا بيعبر على المينا وإن آثار وإن من الكلام هذا، لكن هذا المصلحة العامة هي اللي تغلب على كل شيء. بخصوص المشروع، المشروع هذا يخدم مدينة المكلا، يحمل هذا المشروع توسعة للخطوط، يقلص من الاختناقات الموجودة في الشوارع القديمة لمدينة المكلا، وسيكون هناك مواقف للسيارات. وتم جلوسنا من قبل الشخصيات الاجتماعية والصيادين والربابين والغواصين المختصين في البحر مع الأستاذ المهندس العمري، وتم مناقشة المشروع بشكل عام. حيتم في المناقشة في إنشاء لسان بحري يخدم الصيادين. مشروع توسيع خط المكلا الرئيس يأتي ضمن سلسلة مشاريع تنفذها السلطة المحلية لتوسعة شوارع المدينة والاهتمام بالطرق، وسيكون الطريق بطول يزيد عن 2 كيلومتر وعرض يصل إلى 26 متر، كما سيتم عمل كورنيش وممر للمشاة وتنفيذ أعمال تشجير ومساحات خضراء بلمسات جمالية تضفي على المدينة طابع سياحي، كما سيكون هناك أيضاً كاسر أمواج ولسان بحري للقوارب لحمايتها من الأمواج العاتية. كذلك بيكون في توسعة في المنطقة ما قبل مسجد جامع البلاد لعمل موقع للخزن احتياجات الصيادين. الكل يشاهد بعض التشويه في عمل سحارات على طول الكورنيش، كورنيش المكلا، امتدادا من جانب من امام مسجد الروضه الى حي الشهيد، الى نقطه باشري. كثير من السحارات والصنادق في هذه المناطق بنحاول نحدد لها موقع معين بنمط جمالي معين، بحيث انه كل صياد او كل صاحب موقع يسلم له موقعه هذا بشكل جميل لكي يحط معدات اصطياده فيها وتكون كلها منظمة في هذا المكان. كذلك حرصنا على توسعة المسار في المناطق أمام المساجد، بالذات مسجد علي حبيب وكذلك مسجد جامع البلاد ومسجد الغالبي، لعمل مواقف سيارات لرواد هذه المساجد. وجود توسعة تكون جيدة في هذه المناطق. وحول سيف حميد سيكون بيضل على ما هو على سيف، بيكون كبس بحسب ما اتفقنا مع المهندس في مدير عام الأشغال، كبس 4 متر لغرض التوسعة في نفس الشارع، وسيكون هناك متنفس عند نقطة باشريف، والسيف سيظل على ما هو عليه، والعبارات اللي موجودة التي تنفذ مياه الأمطار في البحر بتظل على ما هي عليه. مدينة المكلا كانت ولا زالت مدينة السحر والجمال التي لا يملها أبناؤها أو زائرها، وتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية تسهل على الناس حياتهم وتنقلاتهم، كما أنها تضفي على المدينة مزيداً من الجمال والبهاء. في إطار الجهود التنموية التي تبذلها السلطة المحلية، وضع المحافظ شمسان حجر الأساس لمشروع رصف حي البعرارة بمساحة 4500 متر مربع بمديرية المظفر بكلفة إجمالية تبلغ 208,000 دولار. يأتي ذلك ضمن أنشطة المحافظة إلى جانب متابعته الحثيثة لسير العمل في بعض الدوائر الحكومية. في خطوة جادة لتحسين الطرق ورصفها، وضع محافظ تعز نبيل شمسان حجر الأساس لمشروع رصف حي البعرارة بمساحة 4500 متر مربع بمديرية المظفر. وأشاد المحافظ بجهود البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع العامة ومشروع الأشغال العامة وتنفيذهم لهذه المشاريع التنموية والمستدامة. كما تأتي مشاريع المياه أيضاً ضمن مشاريع التأهيل والتحسين، حيث دشن محافظ محافظة تعز مشاريع تأهيل آبار مياه الضبوعة والسواني ووضع حجر الأساس لحفر بئر جديدة، بالإضافة إلى مشروع تأهيل محطة ضخ وتوزيع المياه بالجامعة.
ووضع حجر الأساس لحفر بئر للماء في المريدية، وتوليد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية وتجهيزات ضخ المياه وربطها بشبكة التوزيع، وكذلك تأهيل محطة ضخ المياه بالجامعة وتوريد وتركيب منظومات الضخ وإعادة تأهيل غرف الضخ ووحدة كلورة المياه بدعم من منظمة الهجرة الدولية وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني. وقد زار محافظ تعز فرع مصلحة الضرائب ومكتب المالية، واطلع خلال زيارته للأقسام والإدارات على سير العمل والصعوبات والاحتياجات لرفع وتيرة الأداء، وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في الضرائب والمالية. وفي سياق متصل عن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بالمحافظة المقرر انعقاده خلال أكتوبر القادم بجامعة تعز تحت شعار التنمية المحلية مدخل للتعافي الاقتصادي، يؤكد محافظ تعز نبيل شمسان على ضرورة تشخيص الوضع الراهن ودور التنمية المحلية والمستدامة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والذي يعد حدثا مهما لا بد من التحضير له ليحقق النجاح. كما بحث محافظ تعز مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في اليمن توسيع مستوى التدخلات الإنسانية والتنموية في المحافظة، وثمن تدخلات الأوتشا الإنسانية وأوجه التعاون والتنسيق بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية، مشيدا بدور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية وفريقه في الإسهام بإنجاز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة. من تعز افتتحت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة مشروع صيانة مياه كربة في مديرية المقاطرة محافظة لحج بدعم كريم من فاعلي خير من اليمن والكويت في إطار سعي المؤسسة لتحسين حياة السكان. عادت الحياة لتدب من جديد في مشروع مياه كربة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج وسط فرحة كبيرة من الأهالي، حيث افتتحت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة مطلع الأسبوع الجاري مشروع صيانة مياه كربة، والذي يستفيد منه حوالي 2300 أسرة في إطار المشاركة في التنمية المجتمعية والمساعي لمساعدة أبناء المجتمع للحصول على متطلبات الحياة الأساسية والتي يعد الماء أبرزها. حضور كبير من الجهات الرسمية وممثلي المؤسسة والأهالي شهده افتتاح مشروع الصيانة، والذي يشمل عدد من الأعمال من أبرزها تركيب مضختين مع توابعها وتمديد شبكة المياه إلى 12 قرية وإعادة تثبيت المواسير بالكتل الخرسانية وصيانة غرفة المضخة وغيرها بتكلفة تتجاوز 43 ألف دولار بدعم من فاعلي خير في اليمن والكويت. مساعدة الناس للحصول على مياه نظيفة وآمنة للشرب يساهم في تخفيف الكثير من الصعوبات عنهم وتجنيبهم الكثير من الأمراض التي تنتج عند استخدام مياه غير نظيفة، كما أن المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية تزيد من أواصر الترابط بين أبناء الوطن. فاصل قصير ثم نعود. مزارعان شقيقان يزرعان البطاطا لأول مرة في قفل شمر موطن القات في حجة. عمار المريسي شاب يكشف مياه الآبار السطحية والجوفية بطريقته الخاصة في الضالع. أهلا بكم من جديد.
من حجة ولأول مرة تمكن المزارعان الأخوان خالد فقيه ومحمد فقيه بزراعة البطاطا في مديرية قفل شمر منبع القات، ويقومان بتحويل مساحة كبيرة لزراعتها. في تجربة فريدة من نوعها قام الأخوان خالد ومحمد فقيه بخلع أشجار القات واستبدالها بزراعة البطاط منذ 4 شهور، وذلك في مديرية قفل شمر محافظة حجة، حيث قاموا بزراعة البطاط بالطريقة التقليدية بعد أن أدركوا أن زراعة القات ليس لها فائدة سوى الخسارة الناتجة عن استنزاف المياه بكميات وفيرة وغلاء المبيدات الزراعية التي تفوق الخيال، وفي نهاية المطاف خسارة تتكرر مرة بعد أخرى. قمت بزراعة البطاط، فكرنا أن القات منتهي ما في فوائد أو نقوم نزرع البطاط، وبعد إن شاء الله بعد حسب بعد حصاد البطاط نزرع بقية خضروات ثانية مثل القوطة، كوسة، أي من الخضروات. طيب ما الذي دفعك إلى زراعة البطاط؟ يعني بعد الفوائد لقيت ما في فوائد أقول نزرع بطاط، قلنا نشوف نقرب الخضروات ما هو الانتفاع بالناس، شفنا نقول البطاط أفضل عادة. الأخ خالد ومحمد كانت معاهم تجربة ناجحة 100%، بحيث أنه كان في من قبل فترات ماضية كان هذه البلاد وقفل شمر بالذات يعني كان بيزرعوا الأرز فيما مضى، وبعدها اتجهوا إلى زراعة القات. فتجربة المزارع خالد وأخوه محمد اتجهوا يعني بعد تفكير المزارع خالد قرر بأنه يزرع بدل القات يستثمر حاجة إضافية من حيث الاكتفاء الذاتي وغير ذلك، فبدأ بتجربة زراعة البطاط، وهي المزرعة هذه وهذه مزروعة بطاط، وكانت التجربة ناجحة 100%. احنا نشيد بالأخ خالد فقيه الذي قام بزراعة البطاط، وربما الأول من نوعه في مستوى مربع الشرفين وربما على مستوى المحافظة، والحمد لله كان هناك إنتاج كبير ومحصول كبير من البطاط. فنحن ننصح الأخوة المزارعين أن يكونوا يتأسوا بهذا الشخص في جميع الزراعات سواء في الحبوب أو في البقوليات أو غيرها. اليوم في مديرية قفر شمر عزلة بنيقل ندشن موسم حصاد البطاط في مزرعة الأخ خالد إسماعيل فقيه، وهذه الزراعة تعتبر لأول مرة في مديرية قفر شمر وفي منطقة الشرفين بشكل عام، والمذكور قام بقش القات وقام بزراعة البطاط، والحمد لله نجحت نجاحا باهرا، وندعو جميع الأخوة زيارة المكان للتشجيع المذكور. بدأت التجربة من قيام الأخوان خالد ومحمد بشراء بذور البطاط من محافظة ذمار، ومن ثم تم زراعتها في الأراضي الخصبة التابعة لهم. فين جبت البذور؟ البذور جبتها من ذمار. أيه. لأن ساعدك أخوك محمد. جمعتنا إحنا أخوة في مكان الحمد لله. اتخذتوا القرار جماعي؟ أكيد. قرار جماعي. قرار جماعي. لا إحنا اليوم ننتظر الحصاد. حصاد أكيد. ما يجمل الله حيابه. إن شاء الله يكون خير بداية خير وإن شاء الله. نصيحتك للمزارع؟ بدي أنا المنطقة بشكل عام يقوم يزقلوا هذا القات شجرة الخبيثة ويزرعوا بخضروات وفواكه وأي حاجة تنفع الناس، أما القات ما في فوائد. أيضا بلادكم خصبة وأرض. أرض خصبة أرض خير. مساحة كبيرة هنا. مساحة كبيرة كل شيء، لكن الناس ما يفكر يحسون بعد القات. لم يخلو هذا الأمر من الصعوبات، فقد واجه الأخوين الكثير من الصعوبات، ورغم ذلك إلا أنهم استمروا في العمل إلى أن وصلوا إلى نتيجة مبهرة ومرضية أيضا. أنا أشد الجهات المختصة بشكل عام، مدير المديرية وما فوقه حتى وزير الزراعة، بلد أمنة في جميع ما نحتاجه، نركب شبكات ومحميات في كل حاجة، ونزرع خضروات وفواكه. طيب هل فكرتوا أنكم تكشعوا حدية؟ في النكشة، النكشة هذا قشعنا منه 75 مغرس، وهو عنده دقات الطرف الأقم الغربي، يعني هذا قات يعني كان في الطرف الغربي. أيوه. قشعناه وغرسنا قات بطاط، وعاد أنا أقوم أكبر هذا النكشة هو نغرس بطاط وطماط وبامية أي شيء. إحنا ناشد الزراعة وناشد مدير المديرية بالدعم، يقوم بالدعم الذاتي بالنقل القات ونزرع مزارع بطاط وطماط وكل الخضار، بس نريد منهم الدعم، نجي لنا شبكة بمشي الدعم. ومن خلال نزورنا إلى الأخ المزارع إن شاء الله سيتم نزورنا إلى سوق شمر
لإلزام أصحاب البسطات لشراء هذا الحصاد منهم ليتم تشجيع المزارع الأخ خالد إسماعيل فقيه. فهذه الزراعة تعتبر لأول مرة، ومن خلال هذه الزراعة سيتم زراعة عدة أشياء من مثل البقوليات والقمح ليتم التجربة في على مستوى المنطقة. الكثير من الأهالي في قفر شمر تحمسوا للفكرة كثيراً، وأصبحوا يفكرون في استبدال زراعة القات بالخضروات كونها مفيدة ومربحة في نفس الوقت. إلى الضالع، حيث يمتلك الشاب عمار المريسي مواهب وإبداع بطرقه الخاصة في اكتشاف مياه الآبار السطحية والجوفية وتحديد مواقعها. كثيرة هي طرق اكتشاف المياه، منها الحديثة والقديمة. عمار المريسي شاب لديه موهبة ربانية وطريقة خاصة في اكتشاف المياه، وذلك من خلال سيخ من النحاس أو عود من الشجر الأخضر يمسك به في كلتا يديه ويمشي ببطء بحثا عن المياه. وعندما يصل إلى أماكن تدفق المياه في باطن الأرض يدور السيخ المعدني، وبإمكانه تتبع جريان المياه وتحديد نقطة التجمع. هذا مجرى ماء جاء من هذا الاتجاه، على هذا ماشي هكذا، هذا منزل، هذا هي البير في الحفر. بعد الحفر شفتم الفيديو، قبل الحفر وهذا الفيديو، بعد الحفر هذا هو الماء. شكر قناة السعيدة على هذا اللقاء وتشجيع المواهب، وهذا الموهبة هي بفضل الله سبحانه وتعالى، اكتشفتها عام 2020 عندما رأيت جدي حفظه الله ورعاه كان يحدد الآبار بهذه الطريقة من فترة قديمة، واكتشف آلاف الآبار في اليمن كامل، وبدأت اكتشف الآبار، والحمد لله حصلت على توفيق وشهرة واسعة على مستوى اليمن، واستطعت في هذا الشهر زيارة أكثر من 12 محافظة في اليمن، وحددنا لهم آبار كثيرة وحفروها، ونسبة النجاح إلى الآن 90%، وهذا فضل الله، وإن شاء الله مستمرين في البحث ومستمرين في الطريق الذي مشى فيه جدي الشيخ قاسم جميل حفظ الله ورعاه، وهذا سبب، نحن سبب والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والله يرزق الجميع. استلهم الشاب عمار المريسي طريقته في اكتشاف المياه الجوفية من جده الذي اكتشف آلاف الآبار بالطريقة ذاتها منذ ما يقارب 3 عقود. يقول عمار أن شهرته زادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنه خلال فترة وجيزة تنقل بين الكثير من المحافظات واكتشف الكثير من الآبار. السلام عليكم يا شباب، احنا الآن رايحين مع عميد متعب والعم أبو عبد الله والأخ أحمد إلى قرية، إلى منطقة بدع، صح؟ من أجل اكتشاف الماء لهم باطن الأرض في منطقة ما وجدها ماء، إن شاء الله ويحصلوا الماء. تابعونا، سوف نوفيكم المقاطع الفيديو. شوف الماء حق هذه الأحواض نازل من هذا الجبل يا شباب، سبحان الله سبحان الله. مئات الآبار التي اكتشفها الشيخ قاسم جميل بداية من منطقته مريس بمحافظة الضالع، وصولا إلى مختلف المحافظات والمناطق اليمنية، وهي الطريقة التي اكتشف بها أجدادنا القدماء المياه الجوفية والسطحية منذ مئات السنين. وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني في الحكمة الإلهية حق المثلث، يعني سواء عود من الأشجار الأخضر أو سيخ النحاس، يعني تكتشف الأحواض المائية يعني بوسط السيخ هذا، وتشوف تعددها يعني في الموقع الجغرافي كم عدد الأحواض المائية، هل هي غنية أم هي فقيرة، تمام. وعندما تجي وهي يعني عديدة من الأحواض المائية تشوف الموقع الجغرافي ويتم تحديد الموقع، فضل من الله يرزق صاحب البئر، وإنما احنا نخذ بالأسباب، والله هو الرزاق بالقوة المتين. 90% من محاولات عمار في اكتشاف المياه نجحت، الأمر الذي جعله يبدو أكثر ثقة بنفسه في مهنته هذه، حيث أصبح يعتمد عليها كمصدر رزق له في بلد خيمت فيه البطالة
وانعدمت فرص العمل. من لحج أيضا، وفي إطار التطوير العلمي في مجال الإرصاد والمناخ، تم إنشاء أول محطة إرصاد جوية تعليمية في كلية الزراعة. من أجل توفير كافة البيانات الخاصة بالطقس والتربة، أنشئت في كلية نصر للعلوم الزراعية بجامعة لحج أول محطة حديثة للأرصاد الجوية، والتي تهدف لخدمة التعليم العام والبحث العلمي، وستعمل على مساعدة المزارعين في تنظيم عملياتهم الزراعية. نحن اليوم في صدد الحديث عن محطة الأرصاد التي تقام في كلية ناصر للعلوم الزراعية، وهذه المحطة لها أثرا كبير جدا على المستوى الأكاديمي والعلمي والتدريبي لطلاب كلية الزراعة، حيث أننا في كلية الزراعة ندرس طلابنا أول حاجة في مادة اسمها مادة الأرصاد الجوي، وهذه المادة تطلعهم على التوقعات الجوية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمهندس الزراعي. الأحوال الجوية والأمطار والرياح والرطوبة هي جزء من عمل المهندس الزراعي، وعمل هذه المحطة له دور كبير في العملية التعليمية، حيث يساهم أولا في العمل البحثي، ثانيا في العمل التدريبي، ثانيا يفيد كل المؤسسات الموجودة الزراعية الموجودة في محافظة لحج المتواجدة فيما يتعلق بالبيانات على بيانات الجو من الرطوبة ورياح وحرارة وسرعة رياح. محطة الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية تعتبر أول محطة في محافظة لحج، وهي محطة أوتوماتيكية خلفا للسابقة المحطة اليدوية، وهي تعتبر ثروة قومية للمزارع والباحث في مجال الزراعة. هي تقوم بقياسات عناصر الجو اللي هي الظروف المناخية من درجة حرارة ورطوبة وإشعاع شمسي وتبخر وسرعة الرياح واتجاه الرياح وكمية الأمطار. ارتباط محطة الأرصاد الجوية بالشبكة الوطنية عبر الأنترنت مكنها من توفير بيانات دقيقة للباحثين في عدة مجالات، وميزها لتتربع على قائمة أحدث المحطات، وجعل منها مصدرا علميا موثوقا يستفيد منه الطلاب في الكلية في المجال التعليمي النظري والتطبيقي. شكل محطات الأرصاد الجوي في البيئة ذات أهمية كبيرة، خاصة لمعرفة التغيرات المناخية التي تحصل داخل هذا البلد. أهميتها لمعرفة درجة الحرارة، لمعرفة الرطوبة، لمعرفة أيضا سرعة الرياح. هذه كل العوامل المناخية التي تتواجد في محطة الأرصاد ذات أهمية كبيرة لمعرفة هذه التغيرات الحاصلة، خاصة في يعني في محافظة لحج في دلتا تبان، لأنه عندنا تغيرات في منسوب المياه، في أيضا في التمدد السكاني على الأراضي الزراعية، أيضا في درجة الرطوبة، أيضا في عندنا ارتفاع في درجة الحرارة. جميع هذه العوامل لابد أن تكون هناك في عندنا موسوعة أو عدد من الأرقام التي لا نتحصل عليها. أنا كطالب سنة أولى بنستفيد من محطة الأرصاد الجوي، لأن كان أول كان نظري والآن إن شاء الله بيكون الدروس عملية وكذا، وهذا هو يعني معانا منهج ندرس عليه، وإن شاء الله يكون بنستفيد أكثر وأكثر. لا يفوتني القول أن هذه المحطة اليوم التي تم إنشائها في كلية ناصر للعلوم الزراعية هي من أحدث محطات الأرصاد، وهي محطة إلكترونية ترتبط بجهاز كمبيوتر ومدار عملها على مدار الساعة، يمكن أن تعطيك بيانات عن درجة الحرارة، رطوبة، سرعة الرياح، الأرصاد الجوي، الإشعاع الشمسي، كل هذه في مدار الساعة تدية، ويمكن أن تطلع عليها من مكتبك أو ممكن أنا كمان بعد أي شخص يريد البيانات ممكن أسحبها عن طريق الكمبيوتر وبشكل فوري لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وهي إلكترونية بالكامل، وتقدر أن تديرها وتطلع عليها سواء بجهاز الكمبيوتر أو حتى ممكن تطور لها وتعمل لها إضافة وممكن تديرها بالتليفون. انتشار محطات الأرصاد الجوية في المحافظة خطوة للرقي بالعلم والمعرفة للطلاب والباحثين، وعاملا مساعدا لمعرفة وقراءة البيانات الخاصة بالطقس
وملهمة للمزارعين لتطوير أنشطتهم الزراعية في مختلف المجالات. من جديد، في الحالة الإنسانية يعاني شوعي هادي أحمد وعائلته أمراضاً عدة، حيث يشكو شوعي من أمراض القلب وتعرضه لجلطة، فيما تشكو زوجته ارتفاع سكر الدم وأصيبت بكسر في ساقها، وتعاني أخته من ضمور في الدماغ، جميعهم كبار في السن وبحاجة إلى عمليات وأدوية باستمرار بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعانونه من فترة طويلة. رجل مسن أعياه المرض لخمسة أعوام بعد أن كان عائل أسرته، ها هو اليوم طريح الفراش أو على كرسيه المتحرك، يرتعش ويتألم على حاله الذي تغير بين ليلة وضحاها. شوعي هادي أحمد، والذي يعاني من أمراض عدة في القلب ونوبات الصرع، وتعرض مؤخرا لجلطة جعلته لا يقوى على الكلام والحراك بشكل جيد. أنا والله تمام مريض أبغى مساعدة، لا الله يحفظكم تقول لي، وتبي أنا تميت أنا مريض. إيش فيك؟ ما بوش ذاكرة ما بوش، والله بدي والجولة تشكيني، والله خلاص. زوجي شو هادي واخته مطرة معاقة، هو تعب له 5 سنة بين جلطة، وعنده صرع، تجي نوبة الصرع ويشتهي علاجات ويشتهي حفاظات، واخته كذلك، وانا تعب اشوف اتحرج، وانا وعلي ديون يمه، علي حوالي 1,000,000، علينا اجارة بيت، ماما يلد الولد ولا 3 بنات، ومتحمل المسؤولية كلها أنا. كما تعاني أخته مطرة من ضمور في الدماغ لأعوام طوال، ما جعلها لا تدرك شيئا مما حولها كطفل صغير يحتاج إلى المعونة الكاملة، وها هي اليوم في 40 من العمر وهي لا تزال على حالها. وزوجة شوعي التي تقوم برعايتهما أصيبت مؤخرا بكسر في قدمها، ما جعلها تعاني الألم باستمرار بسبب إصابتها بالسكر، ما أدى إلى صعوبة التعامل حتى مع المرضى لديها. وأنا فعلا ما أقدرش لا أخرج ولا أروح مكان، زوجي اشتري علاجات كتبوا له للأطراف، قالوا في أمل أنه يمشي، ما بش ما يسربوا الأطراف، عنده علاجة مزمنة، والله ما تبزينا له حاجة، وأنا قلت تعب بين السكر ورجلي من هنا. أما ما بيتعب إنه الذي يساعدنا اتصل لنا على هذا الأرقام، الأول 7788914455، والثاني 7827975852. جزاكم الله خير. 3 مسنون مرضى في منزل واحد، أسرة مثقلة بالهموم والأمراض الكثيرة، ويحتاجون إلى الأدوية باستمرار، ناهيك عن ديونهم التي تصل إلى أكثر من 1,000,000 ريال يمني، وهم النازحون إلى صنعاء منذ أعوام، فمن لهم بعد الله تعالى إلا قلوب خيرة تجود لهم بما يعينهم على هذه الحياة الصعبة. من حضرموت يقام معرض تراثي تاريخي قديم في مدينة تريم، تعرض فيه مقتنيات أثرية يتجاوز عمرها 10 سنين، والتي ظل المواطن الحضرمي محافظا عليها، وتبين أهمية تلك الحقبة الزمنية. تتميز محافظة حضرموت وعلى وجه الخصوص مناطق الوادي والصحراء بتراثها ومقتنياتها القديمة والتاريخية،
والتي تجاوز عمرها عشرات السنين، والذي ظل المواطن الحضرمي فيها محافظا على هذا التراث الذي اعتبره جزءا من حياته يفاخر به أمام المجتمعات الأخرى. لذلك فقد شهدت مدينة تريم معرضا للتراث التاريخي القديم لعرض المقتنيات القديمة، والتي بيّنت أهمية تلك الحقبة الزمنية والأشياء التي عملوا بها والتي تتميز بالبدائية والبسيطة. وهذا كله تراث قديم، يعني في يروا الناس كيف عاشت الأبان القديم ويروونهم هذه الأشياء كلها قديمة قديمة مرة واحد من أقدم السنين، وكل واحد يعني يعرف كيف أبانا مشوا على هذا التراث هذا القديم. اليوم كلنا في أشياء ثانية، تطورات من كل شيء. هذا مخدر الأولين النجر يستعملونه يقدرون الماء به، كان ماشي كهرباء ولا شيء، محاد ولا شيء، يقول بكذا ويطلع سكته كذا، يقول ذا يخدر شبه يخدر، بعدين يطلع المسمار حقه ويدقه ويعويه من تحت، مفهوم ذا؟ هذا قالوا ده حقه، والحين يقولون حقف حق الباء دعين كذا انفلت وهكذا مقفل، لا قفلتها نزل هذا يقولون قليد ما عاد يتفلت، لك حتى بتفرد ما بتفلت الا بلا، يعني ذا زي القفل ذا الحين، هذا القفل المفتاح هو تراحه تقدر تقن سخ منه. ايش السبب ما يقفل؟ شوف شوف العداله فوق ذي يمسكن في ذا يرفعهم فوق، والجديد هذا رفعه من تحت وتتفلت بعدين. هدف المعرض إلى تعريف الزوار والأجيال الحالية بتراث وتاريخ الأجداد، وشمل المعرض مقتنيات قديمة اندثرت مجملها من البيوت الحضرمية، وظهرت صناعات أخرى تماشيا ومواكبة لتطور الزمن. الهدف من هذا المعرض هو إبراز الجانب الأثري أو الجانب القديم اللي هو كما تقول اندثر، يعني الأجيال الجديدة، لأنه ما كما تقول هذه الأجيال الجديدة ما تعرف هذه الأشياء قديمة، فنحن سوينا هذا المعرض أو التراثي من أجل إبراز هذا الشيء وتعريف الأجيال هذه الجديدة بهذه الأشياء القديمة. أيضا هذه الأشياء القديمة كلها كما تقولها قد اندثرت، في أشياء طلعت بديلها جديدة، يعني كما عندك الجوال هذا في الحين جوالات أحدث، أيضا الشيكي وذا وغيرها، يعني من هذه الأشياء القديمة كلها اندثرت، وأما الآن أصبحت أشياء حديثة جدا. المعرض الذي قام بتنظيمه منتدى شباب مسيلة آل شيخ بمدينة تريم اعتبره الزائرون ذو أهمية بكل تفاصيله ومحتوياته، مؤكدا لنا بأن تراثنا غني بموروثه القديم المميز بالمتانة والقوة والصلابة لتلك المقتنيات، لكن يقابله سرعة في إنجاز العمل على المقتنيات الحديثة والتي جاءت بدينا لتراثنا الأصيل. تمكن لاعب المنتخب الوطني للوشو كونغ فو ثروة السندي من تحقيق ذهبية المركز الأول في وزن 48 كيلوغرام بتغلبه على اللاعب السريلانكي وكذلك على لاعب بنغلاديش في بطولة العالم التكميلية بدولة الصين المؤهلة لكأس العالم المقامة في دولة أستراليا، بعد عزيمة وإصرار جعلته يبيع دراجته النارية التي كان يتواصل بها للنادي كي يشارك في هذه البطولة.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة جراء هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة. وتوقعت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية أن يشهد اليمن خلال الأيام المقبلة زيادة تدريجية في هطول الأمطار، خاصة على محافظات المرتفعات الوسطى ذمار وإب وريمة وأجزاء من صنعاء والضالع، وقد تؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق. قتل 4 عمال يمنيين بحقل كورمور للغاز في كردستان العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشو هورماني في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قتل 4 عمال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة. حقق فريق اليمن المشارك في البطولة العربية الخامسة للروبوت المقامة بالعاصمة الأردنية عمان لقب بطل العرب في مسابقة السومو مبتدئ، كما حصد الفريق الوطني جائزة في الروبوت، ويضم الفريق المشارك طلاب مدارس من عدن والذين حققوا لقب بطل العرب مسابقة السومو مبتدئ وأفضل تصميم مسابقة السومو متقدم وأفضل استراتيجية مسابقة جمع الكرات مبتدئ وأفضل تصميم مسابقة ابتكار. ارتفع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 18,000 حالة حتى الأسبوع الثالث من شهر إبريل نيسان الجاري، وأكثر من 100 وفاة مقارنة ب 11,000 إصابة أعلنت عنها الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت منتصف الشهر الحالي. أصداء هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.